أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التزام بلاده بالاتفاق النووي مع إيران رغم دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرنسا لتركيز جهودها على ما وصفه بالعدوان الإقليمي الإيراني. إلا أن لودريان حذر المسؤولين الإيرانيين من أن تصريحاتهم بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم تلاعب بالخط الأحمر على حد تعبيره، كما تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ببحث الملف مع نتنياهو الذي يجري جولة أوروبية. هي زيارة غير مرحب بها في الأوساط الشعبية الفرنسية. أغلب المدن الكبرى رفضت زيارة من أطلقوا عليه قاتل الفلسطينيين. الآلاف خرجوا إلى الشوارع للتنديد باستقبال إيمانويل ماكرون لبنيامين نتنياهو. جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي لحشد الدعم الأوروبي ضد إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي لم تلقى صدى في أروقة الإليزي أيضا، فالرئيس الفرنسي كان واضحا وثابتا في موقفه تجاه هذا الملف، لا لحرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط. أرى أن هناك تصعيدا متبادلا، أدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والحفاظ على الاستقرار وعدم الدخول في لعبة التصعيد، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى النزاع. لكن تلويح إيران بتخصيب اليورانيوم من جديد أثار حفيظة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق معها، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن أي تخصيب إيراني جديد سيقضي على الاتفاق النووي وسيعتبر تخطيا للخطوط الحمراء، وبالتالي على إيران تحمل مسؤوليتها قبل أن يؤكد أن كل ما تقوم به إيران اليوم يندرج ضمن حدود الاتفاق وبنوده، مؤكدا على التزام بلاده بالاتفاقية. نريد الحفاظ على الاتفاق ونحن نعمل في هذا التوجه مع الإيرانيين. الاتفاق ما زال مبرما وإيران تحترم التزاماتها. أوروبيا الموقف من إيران وبرنامجها النووي جاء موحدا، حيث رأت أغلب الدول الموقعة على الاتفاقية ضرورة التمسك بالاتفاق التاريخي كما وصف. فهل فشل نتنياهو في إقناع الأوروبيين بما يريد؟ أظن أنه فشل بدليل على أن الاتحاد الأوروبي كله اجتمع على أنه لا يمكن أن يطرق الاتفاق النووي لعدة أسباب. أولا طبعا الأمن والسلم العام العالمي. الشيء الثاني المجموعة كبيرة جدا من المصانع الأوروبية الموجودة داخل إيران. الاتحاد الأوروبي متمسك بعدم امتلاك طهران للسلاح النووي، في حين تطالب باريس بتوسيع الاتفاق لكي يشمل نشاطات طهران العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وبرنامجها الباليستي ما بعد 2025. أرسل القادة الأوروبيون من خلال المواقف التي أسمعها لنتنياهو رسائل مهمة إلى ترامب المصر على وأد الاتفاق النووي مع طهران. ترامب الذي لا يتوقف عن إبهار الأوروبيين ضاربا عرض الحائط باتفاقية مهمة للسلام العالمي، حتى أن بعضهم ذهب إلى حد القول سئمنا من سيطرة أمريكا وهيمنتها على هذا العالم. محمد الحجي للتلفزيون العربي، باريس. ومن طهران ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين الرويران. مساء الخير أستاذ حسين. يعني هل تجازف اليوم إيران بما تبقى من تفاهمات بينها وبين الدول الأوروبية عندما تعلن عن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي اعتبرته فرنسا تلاعبا بالخط الأحمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا ما قامت به إيران هو ضمن إطار الاتفاق النووي والحقوق المكتسبة لإيران، هذا أولا. ثانيا يعني من يعلن أن إيران اقتربت من الخط الأحمر أو لا هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس وزير الخارجية الفرنسية، رغم أن وزير الخارجية الفرنسية وكذلك السيد موغريني أعلنوا أن إيران لا زالت ملتزمة بالاتفاق. ما يحدث الآن يعني هناك سوء فهم له. يعني أولا إيران استعرضت أن هناك جهاز طارد مركزي حديث تم تطويره إيرانيا وهو يعني IR-8 يستطيع أن يخصب اليورانيوم بنسبة 8 أضعاف أجهزة الطرد المركزي السابقة، وهذا هو ضمن حقوق إيران في تطوير أجهزة الطرد المركزي المنصوص عليها في الاتفاق النووي. يعني هذا الاستعراض هو فيه شيء من التحدي. نعم
يعني إيران تقول أن تمتلك قدرة علمية ليس فقط في العودة إلى ما كانت عليه من تخصيب اليورانيوم، بل أنها تستطيع من خلال أجهزة حديثة ومطورة أن تقوم بأكثر من ذلك. من هنا رسالة إيران هي ليست موضوع استئناف تخصيب، التخصيب هو أساسي في الاتفاق النووي الإيراني، وإيران تخصب بنسبة 3 إلى سقف 3.5% حسب الاتفاق. لا، ما هو موجود هو تحديث جهاز واستعراض عضلات علمية إيرانية مقابل أوروبا كي تلتزم بشكل كامل بالاتفاق النووي. ولكن السيد روحاني قالها صراحة بأنه في يعني هناك استعداد تام اليوم لدى إيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعلها النووية في لحظة الإعلان عن نهاية الاتفاق، يعني النية موجودة والاستعداد موجود سيد حسين. نعم، يعني هو يقول بشكل مشروط لو سقط الاتفاق النووي، يعني الآن أمريكا غير ملتزم بالاتفاق، أوروبا أيضا هي بنص الاتفاق ملزمة برفع كل العقوبات، توفير أرضية لتحويلات إيران بالعملة الصعبة، شراء النفط، هذا كله موجود ضمن الاتفاق النووي. إذا التزمت إيران بالاتفاق الآن، إيران لا تطالب يعني تعويض عن خروج أمريكا من الاتفاق من أوروبا، لا، تطالب أوروبا بالالتزام. إذا التزمت ستلتزم إيران، ولكن إذا لم تلتزم أوروبا يعني إيران ستعود إلى سابق عهدها في التخصيب، وما يقوله السيد روحاني هو مشروط فيما إذا سقط الاتفاق. نعم، يعني أيضا فيما يتعلق بالعقوبات كيف ستتعامل طهران معها، خاصة إذا ما رفضت الولايات المتحدة الاستثناءات التي تطالب بها الدول الأوروبية. يعني إيران أولا تقول أنها ترفض أن تتعامل مع اتفاق يحترم جزئيا وليس كليا. هي تقول أنه إذا خرجت أمريكا هي تبقى بالاتفاق بشرط أن تقوم أوروبا بالتزام كامل بالاتفاق وليس جزئي بالاتفاق. من هنا الآن ما يحدث خروج الكثير من الشركات الأمريكية مثل زيمنس، مثل بي بي، مثل توتال، مثل بيجو وباقي الشركات، هو يعكس عدم التزام باعتبار أن الاتفاق النووي ينص على رفع كامل للعقوبات ضد إيران، في حين أن هذه هي مقاطعة وعقوبات وإن لم تكن بشكل رسمي. من هنا أوروبا حتى تلتزم بما التزمت به في الاتفاق النووي هي تطالب أمريكا بإعفاءات لهذه الشركات. إن استطاعت سيستمر الاتفاق، إن لم تستطيع إذا كانت تمتلك بدائل أيضا سيستمر الاتفاق، وإلا فالاتفاق هو سيسقط بسبب عدم التزام الأطراف الغربية بهذا الاتفاق. هل ستجد نفسها طهران مضطرة للبحث ربما عن خارطة تحالفات جديدة وخارطة ربما أيضا تجارية جديدة وتعاملات تجارية جديدة، وما هي الخيارات في هذا الصدد؟ يعني الآن خيارات إيران هي أن تلتزم أوروبا، وإيران تنظم علاقاتها بين أوروبا والصين وكذلك روسيا، وتحصر علاقاتها الاقتصادية تقريبا بهذه الدول. إذا أوروبا لم تستطع أن تحترم التزاماتها وإيران ستخرج من الاتفاق، ولكنها ستبني تحالفات أوسع مع الصين ومع روسيا باعتبار أن هذان الطرفان يصران على الاتفاق النووي ويعلنان أن إيران التزمت بالاتفاق وأن من نقض الاتفاق هي الأطراف الغربية. شكرا لك الأستاذ حسين الويران الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران. وبعد الفاصل، البرلمان العراقي يصوت لصالح إعادة فرز يدوي للأصوات في الانتخابات.